السلام عليكم، وسعد الله مساكم بالخير والعافية والنور والسعادة الدائمة على قلوبكم. صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طلعت من شوية ولقيت الوالد عزيز هذا. كيف حالك يا والد؟ كيف حالك؟ ما يسلمك. بخير مرتاح؟ الحمد لله. الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية. يا ربي لك الحمد. ايش ناقصك؟ ايش اللي تحتاجه؟ ايش قلت لي؟ ولا هذا العلاج وهذا واحد. هذا كذا امين يا رب. ايش اللي تضحيه داري واحد يعني 2700؟ ايش اللي هذا قابلك واحد 2700؟ ايوه شليته واخذته وهذاك ب73. يقول لك ما قلت له ما بشبه. هي هو هذا الثاني. هذا أيوه. هذا اللي من طيب؟ لا جاهل صغير ما يلقي. هذا لولدك يعني؟ الله يشفيه ويعافيه يا رب. بالعمل. امين يا رب. طيب غير العلاج هذا ايش؟ والله ما معي حاجه بالبيت. حرام ما معي حاجه بالبيت. وان انا سوق دباب زي هذا واحد يبني وقت الحال عندها طائره تضرب فوق الحواف عزك الله. يعني قرح بضرب طائره. أيوة. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الجودي راح عليه كله اللي تشذكره. ايوه قسم كريق اللي يشتي 500. ايوه قلت له 500 هذه الايام وقت الحرب هذا منين اجيب لك؟ يا تصلح له واكون عندي لك تقسيط تمام لما اخرج اشتغل ولا شبيعه تشبيع. بعته تشبيع ب 170. بعته اخرج لي اللي حصلته من المعارف ولا اروح لي البيت. بس الله يعطيك من واسع فضله يا رب. الله يصبر عملكم. امين يا رب. الله يعينك. جنب الدباب ورقزت بس لحدك والان. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا العلاج وباقي الثاني فقط. أيوة. بناخذ لك ان شاء الله. سبر عملكم وفارقك يا ولدي من كل شيء. امين يا رب. امين. دعواتك دعواتك. والله انا غدا للجهال ما معي لا بر لا رز ولا معي حاجه بالبيت. الله يغنيك من الله يحقي عليك. امين يا رب. امين. وسبر عملك ان شاء الله. امين يا رب. هذه الصيدليه، تعال ننزل للصيدليه ورجعنا. ولا بتجلس انت هنا؟ لا 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 عادي جلس جلس ما بتعبك. جلس في حاجه ولا شيء؟ لا لا ولا في اي حاجه. جلس. هذا قد هو واحد تمام. باقي باقي الثاني. ايوه بس يعني انا اظن اعلم انه باقي ام لا عادي بنشوفه. بس شوفه هنا خليه بخمسه ومدري كم. خذ هذه معك. خليه معك. خذ يا خذ يا طيب خلي معك. يلا انتظر لي هنا بروح باقي. الله يرزقك. امين يا رب. الله يخليك كل شيء يا مهدى. الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه. يهدى صفر عملك. امين امين يا رب. خلاص والله دمعتك هذه غاليه. يلا انتظرنا بس. هذا العلاج كله، هذه الفاتوره اللي جابها لي، وهذا اللي اشتراه هو، وهذا اللي احط له انا، 6 ابر واثنين شراب، 17000 ريال طلع العلاج. خلاص اخذنا. هذا هو منتظر في السياره. اهلا يا والد اهلا. هذا هو العلاج جبته لك. امين يا رب. هذا قابلك 6 ابر؟ ما يضربش الابر. مش عضلي وريد. وريد. لازم ايوه، كان قابلي شراب بس الابر افضل. التهابات. ايوه، وهذا الشراب وهذا الثاني. تمام. مشيت يا والد. تمام يا والد. تمام الله يصبر عملك. الله يحفظك يعطيك الصحة والعافية. ويصبر عملك إن شاء الله دائما. امين يا رب امين. اهدى اهدى لحظة لحظة لحظة. وين ساكن أنت؟ ايش اسمك؟ الله يعطيك العافيه. ها والد حلي ذي معك. الله يصبرك. يلا مع السلامه. امين. الله يحفظك. الله يحفظك يا والد. انا مثل ولدك. يلا مع السلامه. امين امين. الله يعطيك العافيه. الله يرفع قدرك. الله نور قلبك ان شاء الله. امين امين يا رب. امين. مع السلامه. ما ادري كيف اشرح شعوري لكم باللحظات هذه. والله انه اسعدنا بدعواتهم. والله يا جماعه انه فرح فيها فرح سبحان الله. انا طلعت كنت رايح مشوار، قدامي طريق، قلت لا بلف وارجع من الطريق الثاني وهو ابعد منه. لقيت هذا الرجال سبحان الله مدبر كل شيء، اتمعنوا كذا معي. طلعت كنت بروح من طريق، رجعت من طريق ثاني. سبحان مدبر كل شيء. الله يوفقنا واياكم، يجزاكم عني كل خير. فكثير من اللي على يمينكم على يساركم بتشوفوا ناس لو تحاولوا تسوون معاها خير حتى بكلمه مش لازم بفلوس، والله ان ربي بيوفقك من حيث لا تعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.